Donc, la troisième partie, il y a Ahmad carboxylé et les acides carboxyliques. Donc, les acides carboxyliques, ce sont des composés organiques, les qui ont un groupe fonctionnel. Il y a un morcabate ordouïa, un morcabate ordouïa, il y a le carbone ou l'hydrogène, les composés organiques. Ou un groupe fonctionnel. Je connais le groupe fonctionnel, les acides Ahmad carboxyliques, vous voyez. Ouais, donc c'est OOH, c'est ce qui s'appelle le groupe fonctionnel. Groupe fonctionnel. Le groupe fonctionnel. Groupe fonctionnel. Un groupe fonctionnel. Donc, on joue à l'ouadéfia. Donc, on joue à l'ouadéfia. On joue à l'ouadéfia. Donc, je mets maintenant. On joue à l'ouadéfia. Il y a COOH. Double liaison. Il y a bêta. ثنائيه اكسجين هنا رابطه مع او اش دونك وقت ما شفنا هذه المجموعه المميزه غادي نقولوا بلي هذا كيتسمى حمض الكربوكسيل وهذه المجموعه المميزه هذا الجروب فونكسيونيل كيتسمى الجروب فونكسيونيل سي بو بلي تسميه هذا كيتسمى كاربوكسيل كاربوكسيل كيتسمى الجروب فونكسيونيل كاربوكسيل بالعربيه كيتسمى كنكتبوا له كاربوكسيل كاربوكسيل دونك المجموعه المميزه كاربوكسيل دونك سي بو بلي هادشي مهم بزاف ما اسم المجموعه المميزه للاحماض الكربوكسيليه كتسمى كربوكسيل ولا يقول لك سميت هذه ما غاديش تقول له هذا حمض كربوكسيل غتقول له هذا كربوكسيل او المجموعه الوظيفيه كربوكسيل دونك التسميه ديال الاحماض الكربوكسيليه سهله التسميه ديالهم التسميه ديال الحمض الكربوكسيلي كنديروا حمض دونك التسميه ديالهم سميه ديال التسميه ديال الاحماض الكربوكسيليه دونك انا موكلاتشر كنديروا حمض لاسيد ونديروا اسم الالكان حمض ونكتبوا اسم الالكان ولا نسميو بحال هكا حمض الالكالويد حمض الالكالويد ياك دونك شنو هو الحمض الالكالويد دونك مثلا غنديرو مثال ناخذ هذا باغ اكزومبل هذا سي سي دوبليزو او او اش دونك كنشوفو هاد المجموعة المميزة اللي هي او او اش ياك هادي مجموعة مميزة اللي هي سي او او اش دونك هذا حمض كربوكسيلي مجموعة مميزة كربوكسيل دونك حمض كربوكسيل كي غنسميو هذا غادي ديما الكربون الوظيفي هو هذا هو اللي ياخذ رقم واحد دونك واحد جوج هاد السلسله الكربونيه نبدا نحسبها حتى هذا نحسبو هو داخل هاد السلسله الكربونيه اللي فيها داك الكربون الوظيفي فيها جوج تاع لي كربون هاد السلسله اللي فيها جوج تاع لي كربون نسميوها باسم الالكان ديالها الالكان اللي فيه جوج تاع لي كربون كيتسمى ايثان دونك غادي نسميو حمض حمض الايثانويك دونك اون فرونسي كيتسمى لاسيد ايتانويك لاسيد ايتانويك دونك السمية ديالهم باينة لاسيد الكانويك اسيد الكانويك اسيد الكانويك اسيد الكانويك دونك غادي نديرو دي زيكزامبل في هاد الفقرة هادي باش نعرفو التسمية ديال هاد احماض كربوكسيل دونك ديما من نسمي حمض حمض هو الاول وكتعرف ديك السلسله الكربونيه اللي لاصقه معاه سميها الكان سميت الالكان وزيد لها ويك في الاخر دونك هذا التسميه ديال الاحماض الكربوكسيل جبو دون واحد ثلاثه نتاع لي زيكزامبل باش نخدمو عليهم التسميه ديالها دونك نبداو في هاد لي زيكزامبل هادو نبداو في الامثله ديال التسميه ديال الكحولات هادي ديال الاحماض الكربوكسيليه دونك ديزولي دونك لي اسيد كربوكسيليك دونك انا ملي كتشوف سي او او اش هذه المجموعة المميزة هذا هو الجروب فونكسيونيل دونك سيت هاد الأسيد كربوكسيليك دونك هاد الأسيد كربوكسيليك كنمشيو لهاد هاد السلسلة الكربونية اللي عندنا هنايا فيها كربون واحد كربون واحد السلسلة الكربونية فيها كربون واحد هي الميثان دونك هادي كتسمى حمض دونك نبداو بحمض الأول ديما حمض الأول الميثانويك دونك أون فرونسي سي لاسيد أسيد أسيد ميثانويك أسيد ميثانويك دونك هو HCOOH هذا هو الأسيد اللي كنهضرو عليه ديما الأسيد ميثانويك سي بون دونك أون باس ل دوزيام إكزامبل دوزيام إكزامبل دونك مجموعة الوظيفية لو جروب فونكسيونيل COOH دونك هذا سيت أن أسيد كربوكسيليك كيفاش غنسميو ديما نبداو بالأسيد حمض حمض ها هو السلسلة الكربونية الطويلة اللي هنا يعني فيها ثلاثة نتاع لي كربون ها هي نبدا منها من الكربون الوظيفي نبدا نحسب ثلاثة كتسمى
بروبان، دونك هذا حمض بروبان ويك، حمض البروبان ويك ولا حمض بروبان ويك، حمض بروبان ويك، بروبان ويك. دونك الاسيد، اسيد بروبان ويك، اسيد بروبان ويك، اسيد بروبان ويك. ياك دونك اون باس لو تخوازيام اكزومبل. تخوازيام اكزومبل لا ميم شوز، عندك سي او اش، هذا مجموعة وظيفية كربوكسيل، دونك هذا كيتسمى حمض كربوكسيلي. حمض كربوكسيلي غادي نمشيو لأطول سلسلة، أطول سلسلة هي هادي، فيها أربعة نتاع لي كاربون، أربعة نتاع لي كاربون، غتسمى بوتال، بوتال. ولكن هاد السلسلة الكربونية الطويلة فيها كاربون، فيها واحد الألكيل، جدر ألكيلي، هو سي اش تروا اللي هو الميتيل. هاد الميتيل هذا لاصق في الكربون رقم واحد جوج ثلاثة، حيت ديما الكربون الوظيفي هو الرقم الصغير، جوج ثلاثة، دونك ثلاثة. دونك غنسميوها 3 عريضة ميتيل، بليتو اسمح لي عافاك. دونك نبداو بالحمض، حمض ديما حمض، ونكتبو سميت الألكان 3 عريضة ميتيل، ميتيل بوتان ياك. ولكن شنو غنزيدولو؟ غنزيدولو ويك بوتان. دونك أسيد، أسيد، أسيد 3-ميتيل، ميتيل، ميتيل بوتانويك، بوتانويك. دونك غنمشيو لو داني اكزامبل، لا ميم شوز سي فو بلاي. ديما نقرا المجموعة المميزة هي الأول، نقلب عليها سي أو أو أش، سي دوبليزون أو أو أش، المجموعة المميزة هي هادي. هذا حمض كربوكسيلي، أسيد كربوكسيلي. كنمشيو السلسلة الطويلة من هنا، ها هي طويلة، هي هادي، شحال فيها؟ لاشين لا بلو لونغ، سيتادير لاشين كونتيان لو بلو كغون نومبغ دو كاربون، إي كونتيان 5 كاربون، سي لو بنتال. دونك غادي نسميها السمية نتاع الألكان اللي فيه خمسة، اللي هو البنتال. هاد لاشين il contient deux ramifications, il contient deux alkyles, فيها جوج تاع لي زالكيل، جوج ديال جذور الكيلية، سي اش 3 اللي هو ميتيل، وهذا اللي هو ايتيل، وهذا لاصق في الكربون، دونك هذا رقم واحد، هذا جوج، هذا ثلاثة، ثلاثة ايتيل، ياك، وهذا أربعة، هذا أربعة ميتيل، ياك. دونك حمض، نبداو بالألفابي، سيبو بلي، الألفابي، ايتيل، ميتيل، دونك حمض، ثلاثة، ايتيل. إيتيل، شوف كي ندير نكتبها إيتيل، ربعة عريضة ميتيل، ميتيل بنتان، بنتان ها سميت الألكان، ونزيدو له ويك. دونك أسيد، أسيد 3-إيتيل، إيتيل، إيتيل، دونك 4-ميتيل، ميتيل، ميتيل، ميتيل كوا؟ بنتانويك، بنتا، بنتانويك. C'est bon, donc on a des exemples, trois exemples pour la nomenclature de, des acides carboxyliques. Donc on va donner un autre exemple, on va dire comment on fait les smia, on va dire que c'est un isme manchour. Donc on a l'exemple, on a l'exemple de l'hemd 2-méthyl botanique, donc acide 2-méthyl botanique, butanique. Donc on va dire acide weak, donc c'est un acide carboxylique, le groupe fonctionnel est bien COOH. دونك كتجي كتحط لو جروب فونكسيونيل سي او او اش لو جروب فونكسيونيل مزيان اسيد ويك جروب فونكسيون بوتانويك بوتانويك سيتادير 4 كاربون 4 كاربون بوتانويك 4 كاربون دونك ها لو كاربون الاول ها الزاوج ها الثالث ها الرابع بوتانويك مزيان ها هو اربعه قلنا ميتيل ميتيل سي ان الكيل دونك الكيل جدر الكيلي الكيل دونك في الكربون رقم جوج دونك هنا واحد ها جوج دونك غادي يكون لاصق هنايا غادي ندير هنايا سي اش تروا دونك هذا سي اش سي اش دو سي اش تروا تاني حمض جوج ميتيل بروبانويك حمض ويك غادي تحط بحال هكا صافي حمض ويك كتبنا المجموعة المميزة الله يرضي عليك حمض ويك مجموعة المميزة صافي دونك معديرة حمض ويك مجموعة المميزة دونك نتمنى هاد ليكزومبل يكون بان مزيان في ليكرا دونك حمض جوج ميتيل بروبان ويك دونك حمض ويك المجموعة المميزة غادي نمشيو للبروبان بروبان ثلاثة وحدة ديجا كاينة ها الزاوجة ها الثالثة صافي
ميثيل عندك واحد هالبروبان درناه بقى لنا ميثيل، ميثيل في الرقم جوج، ها واحد ها جوج، هنا ميثيل ساشتا. دونك ونعمر هنا عندك اش، علاش اش؟ باسكو هذا شحال داير من رابطه؟ ثلاثة خصو غير وحده، هذا داير وحده، شحال خصو؟ ثلاثة. ها حامض جوج ميثيل بروبان. نمشيو الاخير مثال، حامض ثلاثة ميثيل بنتان ويك، بنتان ويك حامض، بداو بحامض ويك. هاهو شنو تعني لي حامض؟ بنتان خمسة نتاع لي كاربون، ها واحد ديجا كاين، ها الزاوج، الثالث، ها الرابع، ها الخامس، بنتان ثلاثة ميتيل، واحد جوج ثلاثة، ها ثلاثة ميتيل، حامض ثلاثة ميتيل بنتان ويك، هادو أمثلة ديالنا بالنسبة لأحماض كاربوكسيل. نتمنى تكونوا فهمتوا اي شي سؤال ولا فوم ليستي لي خليكم لا سميتو لا 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 كيسيون ديالكم سواء في لي جروب واتساب ديالنا ولا في لي كومونتير في لي فيديو، ما تنساوش ديروا جيم. دونك غادي ندخلوا مجموعه اخرى اللي هي انيدريد الحمض الكربوكسيلي، دونك انيدريد داسيك. دونك هذا الانيدريد هو جا نتيجه تفاعل حمض كربوكسيلي مع حمض كربوكسيلي، الكربوكسيل مع الكربوكسيلي في واحد درجة الحرارة ديال 700 دوغري سي، مع واحد الحفاز اللي هو بيكاتوديس اللي كيقدر دونك يحفز تفاعل، ان هاد الحمضين هادو كنحيدو ليهم منهم جزيئات الماء جوج منهم وكيعطيو لنا واحد الانيدريد. دونك هاد التفاعل هذا ما يعني ما مطالبش ان التلميذ غادي يديرو، واخا نقدروا حنايا نشرحوه هنايا بالفي. دونك واخا انيدريد الحمض، الرمز ديال انيدريد الحمض شنو هو؟ انيدريد الحمض الرمز ديالو هو هذا اه سي دوبليزون او، هنا او سي ار بريم او، هاد الار وهاد الار بريم يقدروا يكونوا بحال بحال ويقدروا ما يكونوش، نتوما في البروغرام ديالكم غالبا غادي تلقاهم بحال بحال. دونك ار سي او او ار بريم سي او، دونك هاد المجموعه المميزه اولا لو جروب هذا كامل كيتسمى انيدريد، ولكن لو جروب فونكسيونيل فين راه؟ الجروب فونكسيونيل هو هذا، هذه كتسمى المجموعه الوظيفيه، المجموعه الوظيفيه لو جروب فونكسيونيل فو بلي، لو جروب فونكسيونيل المجموعه الوظيفيه لو فونكسيون. المجموعه الوظيفيه نقدر نكتبها بحال هكا، رابطه هذه سي تبع معنا هنا ديالكم، عندها دوبليزون او ها هي، وعندها واحد ليزون اخرى او، وهاد ليزون او لاصقه مع هاد الكربون، وهاد الكربون عندو اون ليزون وعندو دوب ليزون مع الاكسجين، هادي هي المجموعه الوظيفيه كتسمى، هاد المجموعه الوظيفيه كتسمى انيدريد، المجموعه الوظيفيه انيدريد فرونسي انيدريد، انيدريد دونك المجموعه الوظيفيه تسمى انيدريد ولا الجروب فونكسيونيل كتسمى انيدريد، هو هذا هو الجروب فونكسيونيل ديال لي زانيد، يعني ملي كتشوف هذا كتقول بلي هذا سنانيدريد داسيد كربوكسيل. دونك هاد الانيدريد انيدريد الحمض ولا انيدريد الحمض كربوكسيلي مثلا غادي نديرو دي زيكزامبل، قلنا هاد التفاعل هذا هاد سميتو هاد الحمض، نعطيو التسمية ديال الانيدريد، مثلا التسمية ديال الانيدريد مثلا غادي ناخدو هاد ليكزامبل هذا، هاد سي نديرو هاد ليكزامبل، ناخدو هاد ليكزامبل هذا ديال هاد التفاعل، عندك مثلا الحمض كربوكسيلي سي سي دوبليزون او هنا او اش مع من غادي يتفاعل مع نفس الحمض سي اش 3 سي دوبليزون او هنا او اش، صافي. هذا شنو غادي يعطينا في وجود درجة الحرارة 700 دوغري سي واحد الحفاز اللي هو بي كاتوديس، دونك باش يقدر انه يحيد لنا جزيئات الماء، هذا شنو غادي يعطينا؟ واحد من الحمضين غادي يفقد ذرة هيدروجين، وواحد غادي يفقد او اش، دونك واحد غادي يفقد اش واحد غادي يفقد او اش، هادي غتعطينا الماء اش 2 او بلس، غادي يعطينا واحد المركب اللي هاد الرابطه هادي اللي مشات لها او اش بقات وحده غتلصق مع هاد الاو هنايا، غادي يعطينا بحال هكا سي اش 3 سي دو ليزون او رابطه او، هاد الاو هادي غادي تلصق مع هذا هذا مع هاد الرابطه هادي هادي ها هي، شنو مع هاد الرابطه؟ مع هاد السي، وهاد السي شنو معاه؟ مع السي اش 3، وهاد السي هادي نولي لها هادي اللي درنا بها الرابطه مع واحد دوبليزون اوكسيجين، عطاتنا انيدريد.
هذا كي كيتسمى هذا ولا هذا بحال بحال حمض حيت فيه السي او اش حمض كربوكسيلي فيه جوج تاع لي كاربون ايثان دونك حمض الايثانويك ولا حمض الايثانويك لاسيد ايثانويك اسيد ايثانويك اسيد ايثانويك دونك هذا الانيدريد غير تحيد غير اسيد وترد بلاصتها انيدريد غادي يولي هذا يتسمى انيدريد انيدريد ديتانويك ديتانويك انيدريد ديتانويك او لا بالعربيه انيدريد الايتانويك يعني اسم الانيدريد شنو هو هو سميه الحمض اللي جا منه هذا الانيدريد دابا هذا الانيدريد جا من هذا الحمض هذا الحمض هذا الحمض هو حمض الايتانويك بلاص ما نكتب دونك حمض ايثانويك هو هذا غادي تجي تحيد الحمض وتسمي انيدريد تقول هذا انيدريد ايثانويك ماشي كتسمي فيه اربعه غتقول لي هذا فيه اربعه نسميو بوطان لا حيد الحمض دونك خصك تعرف سميه الحمض اللي عطاك هذا 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 الانيدريد عطاوني هاد جوج احمر شكون هما الاحمر حمض ايثانويك دونك غنسمي انيدريد ايثانويك سي بون دونك غادي نديرو دو تريتون دونك المثال الاول دونك مجموعه المميزه سي او او سي او او دونك هنايا عندك هذه مجموعه المميزه ديال الانيدريد دونك تقول هذا انيدريد انيدريد خصك تعرف شكون هو الحمض اللي كون لك هذا الانيدريد دونك نلاحظوا بلي هذا وهذا متماثلين هنا بحال بحال دونك كون هنا نفس الحمض شكون هو هذا الحمض هذا الحمض فيه شحال من كربون ثلاثه اللي فيه ثلاثه كي كيتسمى بروبان دونك الحمض غادي تسمى حمض البروبانويك اسيد بروبانويك هذا لا بلاص اسيد شنو غتسميه انيدريد دونك هذا غادي يتسمى انيدريد انيدريد بروبانويك انيدريد بروبانويك دونك انيدريد انيدريد دو بروبانويك انيدريد دو بروبانويك دونك زوج دونك متماثلين بحال بحال انيدريد سي دوبليزون مجموعة المميزة تاع انيدريد دونك انيدريد ديال تشوفوا هذا شحال فيه من كربون الحمض اللي عوض عنا هاد الاحماض هادو الحمض متماثلين نفس الحمض الحمض اللي عطاني هاد الشيء هو اللي فيه كربون واحد الميثان دونك كي غادي تسمى هذا انيدريد الميتا نويك دونك انيدريد انيدريد ميثانويك دو ميثانويك انيدريد ميثانويك دونك غنمشيو ليكزامبل رقم 3 دونك المثال رقم 3 دونك عندنا هنايا عندنا هنايا جوج ديال سميتو الاحماض الكربوكسيلي ماشي متماثله هذا انيدريد بليتو دونك هذا انيدريد هذا الانيدريد هذا دونك هذا الانيدريد هذا فيه جوج الاحماض اللي ماشي متماثلين دونك هذا فيه ثلاثه هو بروبان هذا فيه جوج اللي هو ايثان دونك غنسميو انيدريد بعدا انيدريد ياك دونك انيدريد اسمح لي هنايا سيبو بلي الجبل هادي ما كانش دو هنايا نسميو غير ديريك انيدريد بروبانويك وهذا انيدريد ميثانويك ياك انيدريد ميثانويك انيدريد بروبانويك حيدو ديك دونك هذا كنسميو انيدريد فيه جوج فيه البروبان وفيه الايثان بي والاو بي والاو شكون الالفابي الاولى البي الاو عاد البي دونك هذا كي غادي يتسمى الالفابي الاولى هي الاو دونك هذا غادي يتسمى انيدريد الايثانويك بروبانويك بروبانويك يعني هذا مكون جوج الاحماض حمض الايثانويك وحمض البروبانويك دونك هذا كيتسمى انيدريد ايثانويك بروبانويك دونك كنسمو فرونسي انيدريد 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 ايثانويك انيدريد ايثانويك ايثانويك بروبانويك بروبانويك دونك هذه التسميه ديال انيدريد الحمض نتمنى تكونوا فهمتوا هذه التسميه هذه غادي ندوزو لاخر فقره في هذا التذكير هذا